السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أبغى أقول لكم على موضوع كثير مهم، واللي هو لازم يكون موضوع له الحد وما نتداوله في هذه الفترة اللي احنا قاعدين نعيشها في ظل هذه الأزمة، أزمة فيروس الكورونا. احنا في البحرين شعب متكاتف ومحب لأنه هو يبدي بالخير قبل أي شيء ثاني، فاللي نبغيه من الجميع أنه ما يقومون بتداول أي معلومات ما هي صحيحة أو حتى إشاعات. اليوم عندنا مصادرنا في مملكة البحرين المصادر الصحيحة حق استقصاء هذه المعلومات، عندنا وزارة الصحة، عندنا وزارة الداخلية، عندنا وزارة الإعلام، عندنا حتى وزارة التنمية، عندنا وزارة التجارة، كل واحد قايم بدوره ويعطي المعلومات اللي تخص، خلينا نقول الأمور اللي تخص الشعب في هذه المنطلقة اللي هو يقوم بها من خدمات. فاللي احنا لازم نقوم به ان احنا ناخذ المعلومات من المكان الصحيح. أي مواقع ثانية تعطينا معلومات خلينا نعتبرها من اليوم ورايح معلومات ما هي صحيحة بالنسبة لنا. احنا في مملكة البحرين نعتمد على المعلومات الصحيحة اللي المملكة قاعدة توفرها لنا. المملكة قايمة بدورها، الحكومة قايمة بدورها، والكل قاعد يقوم بالدور الصحيح انه هو يبرز المفهوم الصحيح حق التكاتف المجتمعي. خلونا متحدين، خلونا احنا اليوم نسمع من الجهة الرسمية ونقوم بالتدابير الصحيحة لمستقبلنا ومستقبل عيالنا. ترى الحياة جميلة، كل اللي نبغيه ان احنا شوية نيجي على نفسنا، لان للبحرين كل شيء هون، وهذا اللي احنا لازم نسويه. والبحرين ترى تستاهل اكثر من اللي احنا قاعدين نعطيها في هالفترة اللي احنا فيها. خلونا من اليوم ورايح نلتزم البيت، نسوي جدول حق امورنا المنزلية، ونشتغل حتى من البيت. هذه فترة هو بتعدي، ترى مرت الدنيا في أزمات أكبر من هذه الأزمة اللي احنا فيها. وحتى إذا قلنا إن هي الأمور الصحية والفيروسات، ترى في فيروسات أكبر من هذه الفيروس اللي احنا قاعدين نشوفه اليوم. فكل اللي احنا لازم نسويه إن احنا نلتزم، نقوم بتدابيرنا الصحية الصحيحة، وفي نفس الوقت لازم تكون عندنا توعية داخلية في بيتنا احنا قبل لا احنا نروح ونسوي توعيتنا حق الناس اللي برا، ونشمل في هذه الامور اللي قالت لنا حكومتنا الرشيدة ان احنا نطبقها. فنلتزم البيت، نسوي الوقاية الصحيحة، نطهر الاماكن اللي احنا فيها، نلتزم بامور القفاز والماسك والاشياء الثانية اللي قالت لنا عنها وزارة الصحة، نطلع للأمور الضرورية مثل ما خبرونا في وزارة الداخلية، نلتزم بأن احنا نشتغل من البيت مثل ما بدت وقالت لنا وزارة التجارة والصناعة. في نفس الوقت لازم يكون في تكاتف مجتمعي صحيح، ويكون بعد في تكاتف ما بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وشعب البحرين. لما تكون عندنا هذه المكونات الثلاثة، مثل ما الحكومة مشكورة ويجزاها الله ألف خير إن قامت بواجبها وخففت على المواطن بأمور القروض والكهرباء، والقطاع الخاص بعد إذا أنت عندك ملك وناس مستأجرين عندك خفف عليهم شوي، أو شيل عنهم شهر ولا شهرين، هذه راح يخليهم شوي يحسون إن ترى في تكاتف صحيح، هم معاك من سنين، مستأجرين عندك من سنين، خفف عليهم. الموردين اللي لهم التزامات مع، انظر إلى الحالة الاقتصادية بشكل عام، لا تنظر إلى جيبك فقط، لأن اليوم أنت راح تستغل هذا الوضع، بس بكرة يمكن أنت تنحط في وضع يعني خلينا نقول أقسى من اللي أنت فيه. فما نبغي نقول كما تدين تدان، ولكن الرحمة مطلوبة في هذه الفترة اللي احنا فيها. فخلكم متكاتفين. البارح أعطيكم مثال، شفت ناس متطوعين هم من حالهم، ما حد طلب من عندهم، جايبين هذا الرش المطهر اللي يستخدمونه في خلينا نقول في المصانع وهذه الامور، وقاعدين يمشون على كل بيت ويرشون البيبان من برا ويرشون السور وشغلات من هذا النوع. هذه الامور اللي احنا نعهدها في بلدنا، الامور اللي اتي بعفويه من حرص ان الشخص هو منه ومن نفسه يبغي يكون مبادر، يبغي يعطي، يبغي يسوي الشيء بس في حدود ما حددته السلامه اللي احنا موجوده خلينا نقول في مملكتنا واعلنت عنها وزاره الصحه
والداخلية والوزارات الثانية.